عامة وبشكل عام هنتكلم النهاردة عن بكتيريا السالمونيلا. بكتيريا السالمونيلا بتعتبر من المسببات الرئيسية للتسمم الغذائي، وهي تعيش بشكل طبيعي في الجهاز الهضمي للإنسان والحيوان. بتعرف بكتيريا السالمونيلا بالجرام نيجاتيف بكتيريا أو البكتيريا العصوية، فبتؤدي إلى التهاب المعدة والأمعاء عند الإنسان. يكون حمض المعدة كافي لقتل هذه البكتيريا، ولا تتم الإصابة إلا من خلال جرعات عالية من البكتيريا. هناك 2500 نوع من انواع السالمونيلا، ولكن اكثر نوعين معروفين هو السالمونيلا تايفاي والسالمونيلا انتيروبكتيرياتي. هنتكلم بعد كده عن الاعراض التي بتسببها السالمونيلا. تبدا الاعراض في الظهور خلال 6 ل 72 ساعه، وبتبتدي بالاسهال المائي وهو بيستمر لعده ايام. بيسبب ايضا الام في البطن وتشنجات، وقد تتطور الاعراض بتشمل الغثيان والتقيؤ، وبتؤدي ايضا في الاعراض المتطوره الى الغثيان، وبتؤدي الى حمى وبتسمى حمى التيفود او تيفود فيفر او البكتيريا. هنتكلم بعد كده عن طريقة نقل عدوى السالمونيلا. بتنتقل عدوى السالمونيلا عن طريق تناول الأطعمة الغير مرغوبة بشكل كامل، زي أو خاصة لحوم الدجاج والبيض، منتجات الألبان الغير مقصرة بشكل كامل، ولحوم الأبقار والخنازير الغير مقصوة، وأيضا المأكولات البحرية الغير مقصوة بشكل كامل. يمكن أن تكون مصادر شائعة للإصابة بالعدوى، وتنتقل العدوى أيضا عن طريق ملامسة سطح ملوث أو ملامسة الفم. هنتكلم بعد كده على تشخيص عدوى السالمونيلا وازاي بيتم علاجها. بيتم اكتشاف بكتيريا السالمونيلا عن طريق فحص عينات الطراز عشان نقدر نشوف البكتيريا، فبنقدر نشوف اشكال البكتيريا دي تحت الميكروسكوب باشكالها المختلفه. بعد كده بيتم عن طريق اجراء مزرعه عشان نعرف انه مضاد حيوي اكثر مناسب لعدوى البكتيريا. بعد كده ازاي بيتم العلاج؟ بيتم علاج عدوى السالمونيلا عن طريق شرب كميات كبيره من الماء عشان نقدر نعوض كميه السوائل المفقوده والمعادن. بعد كده في حالات الاصابه الشديده او عندما تنتقل العدوى الى مجرى الدم، قد يكون العلاج بالمضادات الحيويه هو يعني شيء مهم جدا. وبناخد المضادات الحيويه دي لمده اسبوعين، وفي حاله الاصابه بتجسم الدم يعطى المريض المضادات الحيويه من 4 ل 6 اسابيع. بعض الاشخاص بيظلوا حاملين للعدوى حتى بعد انقضاء الاعراض، وبيفضلوا ينقلوا العدوى دي لفتره طويله بعد عمليه اختفاء الاعراض، وبيسموا في هذه الحاله ايضا بالكارير. بعد كده هنتكلم عن ايه هي طرق الوقايه والحمايه من عدوى السالمونيلا. اول حاجه اللي هو تجنب تناول الاطعمه النيه او الاطعمه الغير مقوه بشكل كامل، زي لحوم الدجاج، لحوم البقر، لحوم الخنزير، وغسل يدين بانتظام. وكان بيدي كل حاجه الوقايه، طرق الوقايه هي بسيطه جدا، هو عدم تناول الاطعمه الغير مقوه. وكمان حاجه مهمه جدا انه بكتيريا السالمونيلا بتبقى موجوده في الزواحف الاليفه، زي مثلا عصرا يعني الصراصير موجوده نلاقيها بنشوفها اوقات في بيوتنا، دي بتنقل السالمونيلا بشكل كبير جدا. وكنت معكم انا دكتوره بتينا سلام من القاهره. طيب